لا نحن كأطباء كان واجب علينا البقاء في سوريا مشان مساعدة العالم رغم كل الظروف اللي عانينا نحن منها كأطباء. لا أحيانا كان في صعوبات أمنية أثناء التنقلات تصير يعني مثلا مشاكل أمنية اعتراض سيارة أو مرة صار انفجار. صعوبات تانية أحيانا الناس ونفسيتها اللي عم تشعر فيه بسبب الظلم والقهر ممكن تنعكس علينا وننعكس.